خد يا بنت نعم، انا جايب لك مفاجأة حلوة أوي، جايب لك هدية. خد أهو شوية حقن أهو، كملي شوية الحقن اللي عندك عشان يبقى عندك الحجم الكبير وعندك الحجم الصغير، بتشديها كده أهو بعدين بتحط فك أهو. شكرا يا بابي. شكرا على ايه؟ انت هتعملي لهم عقده يا ماما. جدي معلش يا جدي، الاوضه دي مش هتنفع لان دي اوضتنا. طيب يا بابا، بس يا رب بس يا رب، الواد ده خريخ بقى قوي قوي. دول ده رخم يا بابا بالاول، انا مش مستوعبه ومش مستضافه. خد يا ده افتح بقك سكر او قلب يا ده. انا اتبسطت بيك، هات خد ربنا يخليك يا بابا سيستو. خلاص يا ناس، خلي بالك يا جد احسن رفوسك. بابا سيكتوا بقى يا بابا سيكتوا. بس يا عادل انت، انا هعرف اتعامل معاه لان الناس الكبار دول في السن ده بيبقوا عاملين زي الاطفال. سيبهولي. جد يا جد، جودي يا جودة، تعالى ما اقولك. ايه عايزه ايه؟ بصي يا بيضه يا اختي، قمر والمصحف قمر. بصي يا قلبي، احنا عندنا اوضه جميله حلوه وبرحه واحلى من دي بكتير، فيها لعب كتير وكور بس فظيعه. مصر. ايه اللي عدى؟ طب بتروحي يا اختي يا غدوره تقعدي فيها بدل فيها لعب روحي. بص يا قطه، انا عندي استعداد احرم نفسي من الجنه والله عشان خاطرك انت يا وطوط يا جميله زماليه غتي والمصحف. كنت كنت غاليه هو انت ما تعبتيش. وبعدين بقى جدي؟ وبعدين انا هقعد في الاوضه دي، انا هقعد في الاوضه دي لان انا صراحه الاوضه دي عجبتني، وانا دماغي بقى بتبقى جذبه قديمه. يعني انا بره وانا كنت في المغرب وراكب الاوتوبيس وعمال بقول للراجل قطع التذكره، قلت راح ده لوبا، وبعدين ورحت نزلت الشمس، وبعدين ولا كنت رايح فين؟ شبرا رخيمة يا بابا ست. انزل يالا انزل يالا، العيال بيقعد شعبات على الاتوبيس يعني، وده بقى اللي حصل، وانا هقعد في الاوضه دي. وبعدين يا جدي؟ يا ابني ما تحاولش وخاف على عمرك، لو ولع في الاوضه وانت نايم فيها زي ما عمل في زريبه عبده والحمير جريت وهي مولعه. تخافيش يا ماما، انا هعرف جدي ده ساب المغرب وجي ليه ان شاء الله، حتى لو حكمت اسال في السفاره. ولا سيد رمزي يا بابا ست، رمزي اي زباله. روحي هات لي الشرط بتاعتي من بره. حاضر حاضر حاضر. وانت اسمك يا حلوه. السلام عليكم. اوعى 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 من خلقتي. وايه اللي انت بتنضف صورتك؟ انت اصلا ما بتستحماش الصوره دي، ما تحطها ليش هنا تاني، الخزنه فاضيه من يوم ما انت حطيتها لي فوقيها. ماشي يا دول. ايه يا دول انت بقى، ايه ما عملت ايه في الموضوع بتاع جدك ده؟ هو انت مالك؟ انت اساسا سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. اه يبقى ما لقيتش سبب للموضوع ده يا دوله. ايه اللي خلى جدك يسيب المغرب ويجي هنا؟ ايه السبب؟ عرفت السبب ومش هقول لك يا رمزي. اه يبقى سبب ملهوش حل يا دوله. انت ما ينفعش ترجعه المغرب تاني. ولا ولا ابعد عن وشي دلوقتي خالص، ابعد عن وشي، انا مش ناقصك، اتكل على الله. يا دوله عيب يا دوله، انت هتخبى عليا يا دوله. ده انا رمزي السرجاوي. ايه رمز السرجاوي ده؟ يعني اذا كنت انت ابن عمي يا ابني، فين السرجاوي في اسم العيله اساسا؟ لا يا دوله، ده نسبه الى عيله امي. السرجاوي ده نسبه للسرج اللي بيحطوه على ظهرك يا حمار. اه يا دوله بيدفيني والله بدل البرد اللي نقع في جتتي ده اهو. ها قول لي بقى ايه؟ مفيش يا رمزي. جدي عمل مصيبه في المغرب قبل ما يسيب المغرب. يا دي النيلة يا دي النيلة، يعني مش لاقي إلا ساعة المغربية ما يعملها بالليل. كان عايز ينام، قال أعمل مصيبة وأنام بقى على طول بعد المغرب يعني. يا دولة أنت بتقوم على عم يا عم، أنت قصدك يعني دولة المغرب. اللهم صل على النبي، أنت عرفت دولة المغرب؟ أه يا دولة، دي دولة أوروبية معروفة. أوروبية؟ يلا أهو نص العمى ولا العمى كله. المهم يعني جدي بقى أما راح دولة المغرب الأوروبية اللي أنت بتقول عليها دي، يعني كان في ماتش هناك، راح الاستاد يتفرج على ماتش بين الزمالك والمغرب المغربي. طب هو ليه يا دولة ما تفرجش عليه في التلفزيون يعني؟ انت جاي تسأل مش انا اللي بحكي؟ انت بتتكلم ليه؟ انت تسمع وانت ساكت وخلاص. انا اللي بحكي. ماشي يا دولة، انت هتحكي دلوقتي؟ اه قول يا دولة. انا هسمع اهو. قول. بقول لك ايه يا دولة، تيجي نقفل البازار ونروح نقعد في القهوة نحكي؟ هتموت انت وتجيب درف وخلاص، اسمع وانت ساكت. المهم يا سيدي بقى، ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون، وهو في الاستاد
المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش، وطوبة وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شوية طوب في دماغ اللعيبة ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب ملعب تحت ومسك الكرة قال ايه عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. المهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دولة المغرب الأوروبية تاني خالص. طيب ايه رأيك يا دولة في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تأجر لي الأوضة اللي هي فوق السطوح دي يعني اللي جنب الفراخ، واو لما اجوع اقوم دابح فرخة واكلها، ادبح اكل ادبح اكل. استنى استنى، هو في أوضة فوق السطوح عندنا في العمارة؟ يا خبر ابيض يا دولة ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دولة طول عمري، نفسي في خلال ال 30 سنة اللي جايين يا دولة اشتريها وامتلكها. ادعي لي يا دولة. مش هدعي لك، المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها الاوضة اللي فوق السطح ايجارها كام يالا؟ لا لا دي حراقة يا عم. كام؟ اخلص. وصلت ل 20 جنيه دلوقتي. وصلت ل 20 جنيه؟ طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بستين جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصة بستين جنيه ودلوقتي وصلت لعشرين جنيه ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقة بالوراثة لان انت غيري طبعا يعني. انت عارف انا رمزي البيضة الاول ولا الفرخة؟ سطوح؟ سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه؟ يا ماما هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يا بصي اقول لك حاجه، بلاش بلاش، انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعت السطوح دي وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي؟ ماشي يا ماما ماشي، مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمة في الموضوع ده. طبعا عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت قطك، ما حدش فينا ساب قطه. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحق يا عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له ان انا جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا دار اخر؟ هشام ايه عادل، انا جبت سيره هشام بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله.